وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين رعاه الله فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار ودولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باوميا ودولة نائب رئيس جمهورية صوماليلاند عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي ومعالي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار أمادو غون كوليبالي ودولة رئيس الوزراء الشيشاني مسلم خاتشيف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف ومعالي رئيس مجلس النواب بجمهورية أفغانستان الإسلامية عبد الرؤوف إبراهيم ومعالي وزير الدفاع الليبي أحيدة نجم ومعالي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ومعالي مدير مكتب الرئيس المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة يوسف محمد علي ونائب الرئيس المكلف بوزارة النقل بجمهورية القمر المتحدة عبد الله سيد سرومة ونائب الرئيس المكلف بوزارة الزراعة والصيد والبيئة والعمران بجمهورية القمر المتحدة مستدران عبده ومعالي وزير الدفاع السوداني الفريق الأول ركن عوض محمد بن عوف ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول الأول عن الحج في جمهورية موريشيوس شوكة صدهن ومفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية.